من الباب نفسه تدخلان إلى الملعب، ومن نفس الباب تخرجان منه. تدخل بشعور وتخرج بشعور آخر. متفائلين جدا مع احترام للغاتسية وتاريخ الغاتسية وفريق الغاتسية، لكن خلي السالمية يلعب ينقل على كيفه، بس أنا بيقول واحد وخلص المباراة وصعد مباراة النهائي. بين زحمة المشاعر وكمية التوجيهات خلف هذه الأبواب المغلقة، خرج القادسية والسالمية إلى أرضية استاد جابر. خرجا ليتواجها في اللقاء قبل النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد. فالتغرب الودي بين الأصفر والسالمية لم يكن إلا نارا تحت الرماد على وشك أن تنفجر، وفعلا مع الصافرة انفجرت الأحداث. إذ لم تمر الربع الساعة الأولى حتى سجل أحمد الرياحي الهدف الأول للأصفر، إذ استلم الكرة من صالح بشكل رائع وراوغ بشكل أروع ووضع الكرة بالشباك بمنتهى الروعة. هدف الأصفر أثار السلماوية فاستيقظت لديهم النزعة الهجومية، لكن دون جدوى، إذ لم ينجح فيصل ولا عدي ولا فهد وحتى كيتا من الوصول إلى الشباك. في العشر دقائق الأخيرة انتهى الجزء الكروي الفني وابتدأ جزء الاحتكاكات الخشنة. بداية هذا الجزء كانت مع مساعد ندى الذي يحمل بطاقة صفراء وتدخل مع فهد الرشيدي بهذه الصورة. لقطة طالب فيها السلماوية بطرد مساعد، لكن الحكم علي محمود لم ينفذ الطلب فغادر الرشيدي الملعب مصابا وظل مساعد فيه مدافعا. هل استحق كيتا البطاقة الحمراء في هذا التدخل؟ الحكم يجيب على هذا السؤال بإخراجه البطاقة الحمراء. كيتا يقادر ويقادر من بعدها الشوط الأول ويقفل بأحداثه وينتهي بتقدم أصفر بهدف دون رد. رياح التغيير هبت في الفصل الثاني، فنزل إلى أرضية الملعب قادسية آخر. قادسية استغل النقص خير استغلال، عرضية صالح الشيخ ورأسية الضاري سعيد تمنح الأصفر الهدف الثاني. الهدف الثاني للقادسية. لم يكتفي بنو قادس، وانظر إلى سيناريو الهدف الثالث. تخرج كرة طويلة من أقدام مساعد ندى، انطلق إليها عامر، راوق فمرر إلى عجب، فقرر أن المرمى السماوي للمرة الثالثة يدمر. والثالث، الثالث بطريقة مدروسة تماما. القادسية بعد الأهداف الثلاث أدار المواجهة بمعرفته. ووسط هذا الهجوم الأصفر ومن كرة مرتدة يتعرض نايف زويد لعرقلة في منطقة العمليات، احتسبها الحكم ركلة جزاء. ركلة جزاء. لم يوفق عدي في التنفيذ وأبدع الفضلي بالتصدي. أحمد يصر أن يبقى مرماه نظيفا في تلك الليلة. أصر أحمد أن يحافظ على مرماه، وأصر المطوع أن يسجل هدف في مرماهم، فختم بدر اللقاء بهدف رابع جاءت معه صافرة النهاية. بدر المطوع يأبى إلا أن يضع اسمه. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على التأهل على كأس ولي العهد. هذا طبعا بعد جهود جبار سواء كانت من اللعيبة أو من الكادر الفني أو من الإدارة، فالحمد لله يعني قدرنا نترجم هذا في أرضية الملعب. الحمد لله الشباب أدل عليهم ما قصروا، الحمد لله أهم شيء أننا وصلنا للنهائي. أبارك الجماهير اللي حضرت ما قصروا، الله يعطيهم العافية. الشباب اليوم قدم مباراة كبيرة، الحمد لله كان تركيزنا قبل مرة أن نوصل للنهاية وحققنا المطلوب الحمد لله. بأربعة أهداف دون رد الأصفر ينجح بالذهاب إلى اللقاء النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد. لبين الشوطين
علي حسن.